السلام عليكم أخي أمين، ممكن شرح مبسط للـ NFT؟ شرحك دائما مبسط أخي. نعم أخي الكريم، أوكي، لكي أشرح لك بطريقة بسيطة الـ NFT. الـ NFT هو عبارة على عبارة هي باللغة العربية رموز غير قابلة للاستبدال. أوكي، لكي أشرح لك هذه النقطة. في الـ NFT أو عالم الـ NFT يمكنك الآن أن تقوم بإنشاء محتوى، يمكن أن يكون عبارة عن صورة، أو نأخذ صورة على سبيل المثال، وهذه الصورة تكون يعني عندما نقوم ببلورة ذلك العقد على البلوك تشين، فيكون يعني حقوقك أنت كشخص مالك لتلك الصورة، تكون لك حقوق كاملة، ولا يمكن استبدال هذه الحقوق بحقوق أخرى. أوكي، صعب هذه، ما غاديش تفهمها، نبسط عليك بزاف، ما عرفتش كيفاش نبسط عليك بزاف. رموز غير قابلة. أوكي، ما عرفتش كيفاش نشرحها بسيطة بزاف، صراحة ما عرفتش كيفاش نبسط عليك بزاف. واخ، لماذا؟ أوكي، لكي تفهم معايا، الـ NFT هي عملية توثيق، هي عملية توثيق، يعني عندما مثلا هي عملية توثيق. فمثلا إذا قلنا مثلا لوحة مشهورة لفنان مشهور مثلا دافينشي مثلا، أو لا، ما أوكي، لوحة الموناليزا مثلا هي يصل ثمنها ملايين الدولارات حاليا. لماذا؟ لأن هناك صورة واحدة فقط، لا توجد العديد من الصور، صورة واحدة، وحتى الصور اللي موجودة حاليا التي تجدها في المكتبة أو غير هذا، فهذه الصور يعني ثمنها لا يصل إلى ملايين الدولارات، لان تلك الصوره، صوره الموناليزا، هي صوره واحده رسمها فنان واحد، وصوره اصليه لا يوجد لها مثيل، يعني قيمتها في ندرتها، قيمه هذه الصوره في ندرتها. فبالتالي كلما كانت الصوره نادره كلما ارتفع ثمنها. كذلك في عالم الـ NFT الان نجد مثلا ان هناك صور تباع باثمنه باهظه جدا. لماذا؟ لان بطبيعة الحال هي صور نادرة، مثلا سكرين شوت لأول، مثلا لأول هيلو وورلد تم كتابتها على تويتر، يعني مؤسس تويتر وضع هيلو وورلد على حائطه، وبيعت هذه الصورة كـ NFT، بيعت ب بي بي لا أتذكر المبلغ، ولكن بآلاف الدولارات. يعني هذه الصورة عندما تم بيعت، فحقوق مالك أو مالك حقوق لتلك الصورة، يعني انتقلت هذه الحقوق منه إلى شخص آخر، وبالتالي فهذا الشخص مالك الصورة بحد نفسه أو بحد ذاته، فهو أصبح لا يمتلك الحقوق على تلك الصورة، أصبحت ملك لشخص آخر. لكن في المقابل ما بقى والو، تقول لهم السؤال ب 500 درهم. واخا انا غادي نجاوب على هذه النقطه، هذه انا غنجاوب عليها، الله يرضى عليك، يعطيني واحد الدقيقه نسالي هذه الليله. هذا 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 من جهه. الان نجد ان هناك العديد من الاخوه يدخلون الى عالم الـ NFT ويحاولون شراء بعض، او يعني يقومون بتداول الـ NFT عن طريق مثلا انهم يقومون بشراء مجموعه من او يشترون افوغلومون بعض الصور، ويجب ان يسقط فيه ما يسمى بالرير، ان يسقط فيه NFT رير حتى يكسب مبالغ ماليه مهمه من ذلك الـ NFT. هذه المساله راه مساله قمار، انا ضدها، وضد الطريقه في الاشتغال. انا نمشي نشري لي زين اف تي وطيح فيا الرير باش ندير. المهم هذا مسألة.